السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ شو اموركم؟ ان شاء الله طيبين، جوكم مليح ان شاء الله. طبعا اليوم جبت لكم لعبة اسمها فري فاير، مانيش عارف مليحة ولا لا، خلينا نجربها ونشوف مع بعضنا ان شاء الله تعجبنا. ما عجبتناش لو حاول تاني يعني زي غيرها. يلا مع بعض الشباب، وهي نبدأ الفيديو. تشاو. هلو جايز، قبل ما نبدأ الفيديو نحب نوصلو عدنا لكم شباب. طبعا بعد حطيت لكم بتاع الفيسبوك به هذا الماوس جمب كيف بنعدل يعني. طيب لحظة شباب، لحظة اوكي عشان صار والله ما فهمت من احد. الله على الزلاجة كيف ينزل؟ كيو كيو ينزل راي شنو كيو ينزل بسرعة لكن ما بديش نفسه انزل. هاد شنو الصندوق هذا؟ كل شيء. هاد شنو؟ لا بروح با الله انا اصبر هلنا بنعرف شنو اللي خذيته وشنو ما خذيتهاش. هذا مقرون شك توقف قديش ما باردة. ووك لا حول ولا قوة إلا بالله. شنو هذا؟ اف لا قديش ما باردة يا ولاد. عارف What the fuck is this؟ هذا شنو؟ باني تو شو بندير؟ ناخذك يطلع لي سلاح مقرون. لا به برقم واحد رقم اثنين رقم واحد ايوه هو كويس. تاخذ ثلاث اسلحه حلوه يا حلوه. هذا شنو هذا؟ يخوده به. هذا شنو هذا؟ سكارل كويس خود. شو اللي لوحتنا؟ شنو هو اللي لوحت؟ خمس من شعب تقول خير تتحرك لك يا هو. اي اجري هاي. رص على البطن. هو في واحد شيء كان هنا. لما يجري شو اللي سافه؟ في حد ضرب بندار. في واحد هنا ارقد ريلود. شنو هاد؟ عندي الدرع. هاد شنو؟
هذا الام 16 وهذا ام 16 مبر مر هذا شنو يلا في زون المفروض صح ولا الماب انا وين انا في نص الزون اي واحد ثاني نقول له يو هلو هذا منه كيف غير سكوب 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 في شنطة اصبر اصبر يا عيني اصبر 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 خلينا ندير سكوب المفروض في سكوب يركب ولا ما عنديش عنديش ترى انت يا عيل شو البطاية شو اللي فوق ابو ابو شو انت كيف يجري تقول شو اسمه يجري قدام بكيت بنلعب بتاكتين تو اس خمسة عبيتاك انا تو نبي نشوف ال عندي حتى سيف يا ولاد اي عالجو ويو ساموراي يا ساموراي من اللي بتلعب من السيف طيب ويو ساموراي تعال ما يكتديك تعال تعال تجري اجري تاني ضربة دي اوقف 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 يا عيل اوقف كان فيك ماشي تركي ما تنزلش والله تسال عصير في مضرب في سيء والله ساموراي يا مان ساموراي نبغى ركبه سكوب كيف ركبه سكوب في سكوب اربعة ركبوا هنا يا رب ايوه باي اتوان بلان هذا والله اللي ركبنا فيه سكوب لا مش هذا سكوب شنو هذا سكوب شنو هو السلاح اصلا ترى ولا ايه هذا ركبنا فيه سكوب ورا والله ما فهمت حاجة تو هذه نضربها ما تنفشش ويو ترى بفكش بالسيف تنفش منظر ممل يا بطة تنقز اوه لا 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 فلتمت عليك اللعنة ريلود هذا شنو عنده يلا خلنا ناخذ ال ده قديش مازال واحد يعني كيف نظبط تو مازال 24 قول انا بروحي 23 شكله كله بوتات انا تو في الزون المفروض نقدم صح ولا اهو ارقد يا راجل ارقد وانت تجري انت شنو اللعبة الرامضة المفروض تواجع ما عادش تجري وصوت العصافيري في جواري
وزقزقة الطيور تمت عليك اللعنة. اللعبة اللي ما فيهاش به انا بنعرف تو شني قديش مازال زال عليك اللحمة يا وراي وين هو وين هو الله لقد قتلني باش ندير تو باكو شنو باكو نولي ولا شنو هذه يا اولاد كانت اللعبه طبعا ما نبيش نلعب شوط ثاني لان هذه اللعبه ارمض من الرمود ومش حنسجل اسمي وحنلغيها اللعبه هي وننصح كل واحد ما يلعبش معي خاطي الاطفال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نشوفكم في لعبة جديدة إن شاء الله تكون أحلى من أيام لعبة أيام طبعا ما تنسوش ديروا سبسكرايب وترنوا الجرس وانتظرونا في حلقة جديدة سلام